مظبوط الحكي، مظبوط. قولي ايه؟ مظبوط مظبوط، انا ما بحبه لعمر. اترك السكين من ايدك رجاء جوري، لا تزعلي مني رجاء، جوري لا تزعلي مني، لا لا تبكي. لا تزعلي مني، لا تزعلي جوري، خلاص يا لا عادل، تزعلي مني جوري. كانت صدمة كبيرة لإله. أعطيه كل يوم حبة من هالدواء، الدواء حل مؤقت مو أكتر، لهيك لازم نلجأ لحل جذري لإله. مثلا نحن فينا ندخله مركز توليب خانم. تفضلي خلينا نحكي برا. تفضلي. توليب خانم، دخوله المركز رح يكون أفضل لإله بهالمرحلة. مستحيل، ما رح يصير هيك شي نهائيا. بس البيت ممكن ما يكون لإله وسط مناسب، ممكن انه يأذي حاله او اي حدا في حال عصب مرة تانية. تمام، نرفع مستوى الحماية بالبيت. خالدة تفضل ارتاحي. نعم. بتفتشي لي البيت كله من فوق لتحت، كل قطعة ممكن الواحد يجرح حاله فيها بتكبيها، وبالاخص غرفة جهاد بدي تفتشيها كتير منيح. وجيبي 2 قهوة لو سمحتي. امرك. توليب خانم، متفهمة موقفك بس جلنار خانم، بدي أخي يكون قدام عيوني، ولو شو ما كان يكون العلاج اللي رح تستخدميه بالمركز استخدميه هون بالبيت. وين في مصيبة بلاقي ينال لفندي فيها، طلع له علاقة بهالمصيبة كمان. بس بابا، ينال شو له ذنب؟ يعني لو أنت محله كنت بتتركه للشاب بالطريق؟ كان يجيبه ويرجعه على القصر، ليش تياخده على بيته؟ لا حول الله يا ربي، شو بدي أقول للخانم؟ أوف، والله مليت من هالحالة، حاسة إني رح انفجر وطق. لك أختي بتعرفي شغلة؟ بابا ما رح يحبه لينال لو شو ما عمله. حاجة بقى يا تعبت حاج، أنا كمان بدي ضل عم راضي فيهم، حرام هيك. أختي بكفي بك لو سمحتي، بعدين أنتي ما بتعرفي بابا. صدقيني صهري ما إله ذنب ابنه، أنا السبب بكل اللي صار مع جهاد. أنا مرقت على البيت مشان جيب شوية أغراض، فيني شوفك لخمس دقايق؟ لا تحكي هذا الحكي هلا، جوري أنت مالك ذنب أبدا، جهاد مريض، هو يلي علق حاله فيكي وتطور الموضوع. كل القصة إني كنت ناطرة الوقت المناسب كرمال خبره. ما توقعت إنه توليب خانم رح تقول له كل شي دفعة واحدة وفجأة. بس أنا كان لازم أتوقع إنه رح تتصرف هيك تصرف أناني لدرجة ما تفكر بصحة أخوها. حاجة تضايقي حالك. ليكي جوري، أنا كمان مثلك متضايق كتير على جهاد ووضعه، بس الزعل ما بيفيده بأي شيء، لازم نساعده. خلينا نركز على هذا الشيء، أنا ومن بكرة الصبح رح حاكي معالج نفسي مشانه. جوري. بابا. بنتي أنت شو عم تعملي هون؟ كنا عم نحكي عن جهاد ونور. فوتي على البيت. صالح أفندي، فينا نحكي أنا وياك؟ يلا فوتي على البيت. حاضر بابا. تصبحي على خير توليب خانم. وانتي بخير. تصبحي على خير. وانتي بخير توليب خانم. جهاد تحسن؟ شو قلتي؟ انت ما بتخجلي لحتى تسأليني هيك سؤال جوري؟ توليب خانم بترجاكي لا تضغطي علي، اللي صار اليوم كان أثره كبير علينا كلنا. بعتذر منك، ما تواخذيني جوري خانم، يعني كرمال حضرتك ما تحكي الحقيقة، أخي جهاد عصب كتير وكان رح يأذيه ويقتله لعمر. لا وكمان كان رح يأذي حاله، وبتقلي لي ما أضغط عليكي؟ يا الله قديش طلعتي حساسة. بس منيح إنه ما أذى حاله ولا أذى حدا منا. هذا اللي طلع معك هلا أنسي جوري؟ شو كنتي عملتي لو صار شي أخطر من هيك؟ أنا كرمال ما يصير شي أخطر من هيك كنت رح خبره شوي شوي وبطريقتي الخاصة. بس لما حضرتك تدخلتي جننتي بزيادة. لك انتي قديشك وقحة وما عندك لا أدب ولا حياة. توليب خانم اسمعيني منيح شو رح أقول.
اللي صار اليوم أنا مالي ذنب فيه، أنت السبب فيه وأنت اللي جننتي لجهاد. اسمعني صالح أفندي، بتمنى أنك توثق فيني. أنا مشاعري تجاه بنتك أبدا ما أنا مشاعر طايشة أو عابرة. هلا إذا حضرتك ما عندك أي مانع، بدي أطلب منك إيد لجوري. هالقصة مو ظابطة يا عمر بيك. أنتوا ما فيكم تبنوا زواج سعيد على حساب تعاسة حدا تاني. نحن ما بنخون الخبز والملح. حضرتك خطيب الخانم بالنسبة لنا. بعدين بنتي ما إلها علاقة أبدا بحضرتك. أنا مالي راضي بنوم على هالموضوع. شو في عمر؟ خير؟ صاير شيء؟ ما في شيء أمي. شو كنت عم تحكي مع جنايني؟ تصبحي على خير. استنى، لو سمحت لا تعملني هيك عمر، والله متضايقة كثير وقلبي محروق، لو سمحت. قلت لك ما في شيء لأحكي معك، تصبحي على خير. منى عم تسمعي شو عم بحكي؟ قلت لك الغي وخلاص. بس توليب خانم، إلنا شهرين ناطرين هالاجتماع، انتي متأكدة؟ ايه متأكدة. بأمرك. أهلين حبيبي. أختي؟ ايه عمري؟ هلأ بدي أسألك، لما نتزوج أنا وجوري وين بدنا نعيش؟ منضل عايشين هون، ما هيك أختي؟ ايه طبعاً جهاد، هذا بيتك أنت كمان، رح نعمل اللي بيريحك يا عمري، بس لما يجي وقت هالشي. طبعاً ومننظم البيت مثل ما بتحب أنت، حتى أنا كمان رح ساعدك بهالشي، شو رأيك؟ جوري وبس بترتب وبتنظم كل شي، وشكراً لألك. بالمناسبة وعرسنا رح نعمله بالجنينة برا، بحب الجنينة كتير مثل ما بتعرفي، وأنا وننفخ كمان بالونات كبيرة، بعدين أنا بلبس الطقم الرسمي وهيك رح يطلع العرس بجنن. ألو جنان خانم. أهلين توليب. طمنيني، نام جهاد منيح؟ ايه نام منيح، ومن شوي بس لحتى فاق، بس هو بعدين صاري يقول وافي، قلت لك وهلا بعد اذنك فيني شوف حضرتك اليوم شوي جنار خانم؟ لا والله اليوم